بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: آنسه الله، عوضه الله الجنة، ونفعنا الله به وبعلومه، آمين. في كتابه قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وصلنا إلى الحديث 62، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. اللهم إنا أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام، والتابعين وتابع التابعين، ورجال الأمة الصادقين، وأولياء الله المقربين. اللهم اجعلنا معهم ومنهم. هذا الحديث أخرجه الشيخان عن أبي موسى أي الأشعري، والترمذي من طريق صفوان بن عسالة، والإمام أحمد من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والبزار من طريق علي، والطبراني من طريق أبي قتادة وأبي سريحة، وعبد الله بن يزيد الخطمي، وصفوان بن قدامة، وعروة بن مضرس الطائي، ومعاذ بن جبل، وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم أجمعين. فأما البخاري فقد ذكره في باب علامة حب الله عز وجل من طريق عبد الله بن مسعود. وقال الإمام البخاري: تابعه جرير بن حازم وسيمان بن فرم وأبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أبي موسى وأنس بن مالك. ومسلم في كتاب الأدب: باب المرء مع من أحب، من طريق سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ: فأنت مع من أحببت. وعن عبد الله بن مسعود بلفظ: المرء مع من أحب. وعن أبي موسى مثله هذا، وكل منهم له غير طريق. ورواه الإمام الترمذي في كتاب الزهد من طريق أنس، وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. والحديث عن أنس، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث الحسن عن أنس بن مالك. وقال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وصفوان بن عسال وأبي هريرة وأبي موسى من طريق زر بن حبيش عن صفوان بن عسال. وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا الترمذي في كتاب الدعوات في باب فضل التوبة والاستغفار عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله المسعى على الخفين، وذكر الحديث بطوله. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والحديث أيضا مثله، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الإمام أحمد من روايات كثيرة في مسنده، والبزار كذا في مجمع الزوائد، في مجمع الزواد، والطبراني رضي الله عنه ورحمه الله من طريق زر بن حبيش عن صفوان، ومن طريق عاصم عن زر عن صفوان. وأخرجه الدارمي في كتاب الرقاق في باب المرء مع من حب من طريق أبي ذر، والهيثمي في موارد الظمآن في كتاب الزهد في باب المرء مع من أحب، والهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب الزهد في باب المرء مع من أحب من طريق جابر وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي قتادة وأبي سريحة
وعبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعبد الرحمن بن صفوان بن قدامة، وعروة بن مضرس الطائي، ومعاذ بن جبل، وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أجمعين. وذكره الحميدي في مسنده من طريق أنس بن مالك، والصنعاني في المصنف والجامع الصغير، وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من طريق علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، وذكره الكتاني في نظم المتواتر، وعد له 15 راويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث بلغ مبلغ التواتر. والحديث كما رأيتم رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ورواه البخاري ومسلم من طريق أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. فهذا الحديث ورد في المحبة الإيمانية الشرعية التي أمر الله تعالى بها عباده وندبهم إليها، وهي من عرى الإيمان، بل من أوثق عرى الإيمان وعلاماته. أن يحب الرجل أخاه، لا يحبه للدنيا ولا مال ولا جاه، إنما يحبه لله عز وجل. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله إنك مع من أحببت، أي ملحق بهم حتى تكون من زمرتهم. وقال غيره من علماء الإسلام رحمهم الله تعالى: وهذا الحديث حق، فإن كون المحب مع المحبوب أمر فطري لا يكون غير ذلك. وأما هذا الذي ذكر في محبته لإنسانة لا يحل له التعلق بها، فإنها محبة فسق وعصيان، بل هي عمل من أعمال الشيطان وحبل من حبالاته يوقع به من أطاعه منهم. فيخشى على أمثال هؤلاء أن يجتمعوا معا في سوء المآل، والعياذ بالله تعالى. قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال بمعنى وأشباههم. قال: يجيء صاحب الربا مع أصحاب الربا، وصاحب الزنا مع أصحاب الزنا، وصاحب الخمر مع أصحاب الخمر. انتهى من تفسير ابن كثير. وينظر تفسير السعدي رحمه الله إذ قال: قال الله تعالى: وإذا النفوس زوجت. قال بعض العلماء: قرن كل صاحب عمل بشكله ونظيره، فقرن بين المتحابين في الطاعة، وقرن بين المتحابين في طاعة الشيطان في الجحيم. فالمرء مع من أحب شاء أم أبى. ولا شك
أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين والصلحاء والأولياء منقبة من مناقب الصالحين، فإنه من أحب عبدا صالحا كان معه، ومن أحب وليا لله تعالى كان معه، ومن أحب عالما من علماء الإسلام على منهجه الذي سار عليه من التقوى كان معه، وكذلك من أحب الفساق كان معهم، ومن أحب النساء الأجانب والتعلق بهن محبة في معصية الله فإن ضرر ذلك على المرء في خلقه ودينه معلوم. ولا شك أن التعلق بالنساء لا يصيب قلبا ملأه حب الله تعالى، إنما يصيب قلبا فارغا ضعيفا مستسلما لمعصية الله فيتمكن منه، فإذا قوي واشتد ذلك القلب فقد يغلب على حب الله ويخرج بصاحبه إلى معصية الله. فالقلب إذا فرغ من محبة الرحمن عز وجل ومحبة ذكره والتنعم بمناجاته وكلامه سبحانه امتلأ بحب الهوى وحب النساء والتعلق بالصور وسماع الغناء والفحش، وترك محبة الله ومحبة رسوله ومن ينتمي إلى الله ورسوله. فالمرء مع من أحب لا عموم وخصوص، فإياكم وحب أهل الشهوات والرغبات، وعليكم بحب أهل الطاعات من أهل التقوى من الصالحين والعلماء العاملين والمخلصين من رجالات الإسلام. حشرنا الله تعالى معهم وجمعنا الله تعالى بمحبتهم وختم لنا بما ختم لهم من الخير وحسن الختام. الحديث الذي يليه وهو رقم 63، حديث من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، أخرجه الشيخان من طريق أنس وأبي سعيد وأبي قتادة وأبي هريرة، وأخرجه الإمام مسلم من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذي من طريق ابن مسعود، وابن ماجة من طريق ابن عباس وأبي جحيفة، والإمام أحمد من طريق أبي قتادة وأبي مالك الأشجعي، والطبراني من طريق أبي سعيد وابن عمرو وأبي بكرة ومالك بن عبد الله الخفعمي، والبخاري في التاريخ من طريق طارق بن أشيم الأشجعي. فأما البخاري رحمه الله فقد ذكره في باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من طريق أبي هريرة وأنس وأبي سعيد الخدري وأبي قتادة، والإمام مسلم في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني من طريق أبي هريرة وجابر، والترمذي في باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني من طريق عبد الله بن مسعود، وقال وفي الباب عن أبي هريرة وقتادة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وجابر وأنس وأبي مالك الأشجعي عن أبيه وأبي بكرة وأبي جحيفة، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وذكره ابن ماجه في باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من طريق عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومن طريق أبي جحيفة وابن عباس رضي الله عنهما، وذكره الإمام أحمد في مسنده من عدة روايات
من طريق أبي هريرة وطارق بن أشيم أو أشيم، والإمام الطبراني من طريق طارق بن أشيم الأشجعي، ومن طريق ابن عباس وأبي جهضم عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الخصائص الكبرى في باب ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن رؤيته في المنام حق. وأخرجه أبو داود في باب ما جاء في الرؤيا من طريق أبي هريرة، والدارمي في كتاب الرؤيا في باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عن عبد الله وأبي قتادة. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم عن مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وذكره الترمذي في الشمائل في باب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم من طريق ابن مسعود وأبي هريرة وأبي مالك الأشجعي عن أبيه، ومن طريق أبي هريرة، ومن طريق أبي قتادة، ومن طريق أنس. وذكره البغوي في شرح السنة في تأويل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس وأبي قتادة وأبي هريرة. والكتاني في نظم المتواتر نقلا عن الأزهار، وذكر فيه 18 راويا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح متواتر. ونعيد الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رآني، ومن رآني فسيراني. فقد وردت عدة أحاديث في باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. وفي المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وفي البخاري من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق. وذكر الحافظ أحمد بن حجر رحمه الله تعالى العسقلاني في كتابه فتح الباري أن الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ: فسيراني في اليقظة، فكأنما رآني في اليقظة، فقد رآني في اليقظة. وذكر أن أكثر الروايات كالثالثة: فقد رآني في اليقظة، إلا قوله في اليقظة. وبعد تفصيل طويل للحافظ يراجع في موطنه خلص إلى أن أهل على إلى أن لأهل العلم في مسألة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ستة أقوال. أحدهما أنه رآه على التشبيه والتمثيل، ودل عليه قوله في الرواية الأخرى: فكأنما رآني في اليقظة. ثانيا أن معناها سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التعبير. ثالثها أنه خاص بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه. رابعها أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك، وهذا من أبعد المحامل كما قال الحافظ. خامسها أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصيته لا مطلق من يراه حينئذ ممن لم يره في المنام. سادسها أنه يراه في الدنيا
حقيقة ويخاطبه، وعليه عمل بعض الصالحين من العارفين والمخلصين. قال الإمام القرطبي منكرا على من قال بالقول السادس: لكن ذكر الإمام الألوسي رحمه الله تعالى قال: ثبتت رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة عن كثير من صلحاء الإسلام وأتقياء هذه الأمة ممن عرفوا بالصيانة والديانة والورع والتقوى، لا يستطيع لمثلي أن يرد ما قالوه في هذا الباب. ولهذا لا ينبغي لمسلم أن يرد صادقا في دعواه، وخاصة أن أمثال هؤلاء السادة الكرام يستحيل عرفا أن يدع الكذب على الناس فيكذب على الله أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قال أئمتنا أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه ينبغي للمسلم أن يعمل بها في خاصة نفسه، لكنها لا تأتي بتشريع جديد ولا تأتي بزيادة على ما قرره الشرع، ولكن ربما يفهم من الرؤيا معنى غامضا عما جاء في الكتاب والسنة فيفهمه من طريق الرؤيا. وأن لهؤلاء القوم روحانية واتساعات ربانية يرون من خلالها أنوار هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من كرامة الإسلام لهذا العبد، وأنها دالة على صدقه وحسن اتباعه وإخلاصه في سلوكه وسيره إلى الله تعالى. ولهذا حصل في مسألة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم إشكالات، فلهذا قال بعض العلماء: ليس الشك في الرؤيا، إنما الشك في الرأي. قد يتوهم بعض الرائين أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآه، أو يدعي أنه فهم عنه قولا ولكنه لم يفهم معناه. فليست الشكوك في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الشك في الرائين لهذه الرؤيا، وبعضهم يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه أصلا. وقد رأينا من البعض أن فلانا يرى شيئا ويراه الآخر بعكس ما رآه ويقول بعكس ما يقول، فهذا مما يدل على أن المشكلة في الرائين وليس في الرؤية. ولهذا ينبغي أن يحتاط في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتقول مسلم على الله ورسوله بما ليس هو بصحيح، وأن الرؤيا لها احترامها ولها إجلالها إذا صحت عن الصادقين من عباد الله تعالى، فإنهم معاذ الله أن يكذبوا على الله ورسوله. ولكن على من رأى تلك الرؤية أن يعمل بها في خاصة نفسه، ولا يرفض أناسا أو أن يردهم بناء على ما يرى، بل يعمل في ظاهر الشرع وما علمه الله تعالى من النصوص. هذا الذي عليه العلماء والصلحاء، وما ثبت عن أهل القلوب الصادقين من أهل العلم. ولهذا صار البعض اليوم
يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، يقرب قوما ويرفض آخرين بناء على رؤية البعض منهم، ويعول على رؤيته ويرى أن هذا من التربية. أنا أقول العبد الفقير أنه ينبغي لمن يعتقد هذا الجانب أن يتربى وأن لا يستعجل، بل يعامل عباد الله تعالى على ما يبدو لهم من ظاهر الأمر، فإن الله ما حكمنا إلا بظواهر حال الإنسان، وأما باطنه فمسلم إلى الله عز وجل. الحديث 64 حديث الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي لفظ من 50، وفي آخر من 70، وفي آخر من 40. أخرجه الإمام البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، والإمام أحمد من طريق ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. وأخرجه الطبراني من طريق العباس بن عبد المطلب وسمرة بن جندب وابن مسعود وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، والبزار من طريق عوف بن مالك الأشجعي. أما البخاري رحمه الله فقد أخرجه في باب الرؤيا الصالحة من طريق أبي قتادة، وفيه عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. وفي صحيح مسلم في كتاب الرؤيا من طريق أبي هريرة، وفيه شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت ويحيى بن أبي كثير وابن عمر. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق ابن عباس من روايات كثيرة من طريق ابن عمر أيضا ومن طريق أبي هريرة. وأخرجه أيضا البزار. وأخرجه الإمام أبو داود في باب ما جاء في الرؤيا عن عبادة بن الصامت، وفي الباب من طريق أبي هريرة، والترمذي في كتاب الرؤيا من طريق أبي هريرة. وقال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح من طريق عبادة بن الصامت. وقال أبو عيسى: وفي الباب من طريق أبي هريرة وأبي رزين العقيلي وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك وابن عمر وأنس. وقال: حديث عبادة حديث صحيح. وأخرجه ابن ماجة في كتاب تعبير الرؤيا من طريق أنس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وأخرجه الدارمي من كتاب الرؤيا باب في رؤيا المسلم عن عبادة بن الصامت، ومالك في الموطأ من رواية محمد بن محمد الليثي من طريق أبي هريرة. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق ابن عباس، والهيثمي في كتاب التعبير من طريق عوف بن مالك، ومن طريق أبي رزين العقيلي، ومن طريق أبي هريرة. وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب التعبير من طريق ابن عباس وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وعوف بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. وأخرجه البغوي في شرح السنة في كتاب الرؤيا من طريق أنس بن مالك، والطبراني من طريق أبي هريرة وإسناده قوي، والكتاني في نظم المتواتر، وعد له 15 راويا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والحديث متواتر كما علمتم. وسنقول في شرحه فيما سيأتي من هذه المحاضرات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.